لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في شهر ذي الحجة يأتي الناس من كل فج عميق إلى مكة لأداء فريضة الحج على تنوع جنسياتهم ولغاتهم. يجتمع الحجيج على لبيك اللهم لبيك، فما هي التلبية ولما شرعت؟ يوم أذن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج، لبت قلوبهم قبل الألسن وصدحوا بلبيك اللهم لبيك، مقرين بوحدانية الله تعالى. والحاج يبدأ المناسك بالتوحيد، وما يزال يلبي بالتوحيد وينتقل من شعيرة إلى شعيرة بالتوحيد، فليس في الحج موضع إلا فيه التوحيد، وتفيض التلبية بالمعاني، فهي إجابة بعد إجابة، وقد تكررت إذانا بدوام الإجابة. ولبيك مأخوذة من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه، والمعنى أنا العبد مقيم على طاعتك ملازم لها، وفي ذلك التزام دوام العبودية. ولبيك عند العرب إجابة في النداء، وهي تحمل معنى الأدب والخضوع في الإجابة. ويقال امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها، وإنك لا تقول لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. وتشمل التلبية حمد الله، وهو من أحب ما يتقرب به العبد إلى خالقه، والاعتراف لله بالنعم كلها. وعرف لفظ الحمد باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك وأنت موليها والمنعم بها. وتتجاوب سائر المخلوقات مع الحاج في عبودية الله وتوحيده. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.